تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمامي الآن نشاط لمراجعة اللغة العربية كواجب منزلي أعطيته لتلاميذي للمراجعة في عطلة نهاية الأسبوع. لدينا التطبيق الأول، صرف الأفعال التالية في الماضي والمضارع مع ضمائر المتكلم والغائب. تصريف الفعل خرج في الماضي، نقول أنا في الماضي لدينا خرج، أنا خرجت، هو خرج، هما خرجا، هم خرجوا، نحن خرجنا، هي خرجت، هما لدينا هما خرجا، هما خرجتا، هن خرجنا. هذا بالنسبة للماضي. أما بالنسبة للمضارع ماذا نقول؟ أنا أخرج، أنا أخرج. هو يعني في المضارع نضيف حروف الفعل المضارع في البداية، ألف نون ياء أو تاء، أنا أخرج يكون في آخره ضمة. هو يخرج، هما يخرجان، هم يخرجون، نحن نخرج، هي تخرج، هما يخرجان، هما تخرجان، هم يخرجن، هن يخرجن. لدينا أيضا في التطبيق الثاني يقول حول العبارة التالية مع الجمع المذكر والجمع المؤنث والمفردة المؤنثة. نبدأ أولا مع الجمع المذكر، المواطن الصالح هو الذي يحب وطنه ولا يكره العيش فيه. في الجمع المذكر نقول المواطنون، جماعة ذكور، المواطنون الصالحون، هنا لدينا هو تصبح هم، جماعة ذكور نقول هم، المواطنون الصالحون هم الذين يحبون وطنهم، يحبون وطنهم، ولا يكره تصبح ولا يكرهون العيش فيه. الآن بالنسبة للجمع المؤنث، جمع المؤنث ماذا نقول؟ المواطن تصبح المواطنات الصالحات، نضيف ألف والتاء للتأنيث، المواطنات الصالحات هن، الذين تصبح اللواتي، هن اللواتي يحببن وطنهن ولا يكرهن العيش فيه، ولا تكرهن العيش فيه. أما بالنسبة للمفردة المؤنثة يعني المواطن تصبح المواطنة، بنت واحدة، الصالحة هي التي تحب وطنها ولا تكره العيش فيه، ولا تكره العيش فيه. التطبيق الثالث يقول هات مرادف الكلمات التالية، ما هو مرادف ذكي؟ مرادف ذكي هو عبقري، سمين مرادفها بدين، لحظة، لحظة واحدة نقول دقيقة واحدة، أو نقول هنيهة، هنيهة واحدة، ساعد معناها عاون. هاتي أضداد الكلمات التالية، جميل عكسها بشع، كسول عكسها نشيط، قديم عكسها جديد، النجاح عكسه الفشل. أما بالنسبة للتطبيق الرابع يقول أعرب ما تحته خط،
المسلم، هذه الكلمة هي المسلم. المسلم محافظ على الصلاة. المسلم كلمة مرفوعة جاءت في بداية الكلام، نعربها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. محافظ أتت بعد المبتدأ، دايما بعد المبتدأ يأتي الخبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. على حرف جر. الصلاة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كتبت، كتبت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء التأنيث. إذا كتب رأو فعل ماضي والتاء للتأنيث. المعلمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا بهذا الشكل أكون قد أجبت عن هذا الواجب. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. في أمان الله ورعايته، تابعوني لأن هناك دوما الجديد المفيد إن شاء الله.